شرف صاحب الكتاب وشرف صاحب الدعوة أنه نلقاو قاعة مختلطة في الأخر مش تحتفي بكتاب ومش تحتفي بكتابة عملت برشا ضجة قبل ما يصدر الكتاب اختلاف في وجهات النظر نور شيبة أهليته أنه يكتب تقسمت الناس فما عباد انتقدت فما عباد ما استوعبتش الحكاية ولكن أخيرا هذا هو كتاب نور الشيبة الحي روح أمامكم يعرض من خلاله تجربة مهمة تجربة قاسية أنه يلمها في كتاب ويلمها من خلال القصائد الغنائية كتاب تشوف فيها اجتهاد أنه مش فقط كلمات هو أيضا ألحان كتاب تجمع الصفحة فيه بين اللحن وبين الكلمة باش يستعرض نور شيبة تفصيلا هذه التجربة. يشرفني ويسعدني أن ألتقيكم اليوم لكني وعلى غير العادة والمألوف أحمل بين يدي كتابا أنجزته بين قضبان السجن في تجربة هي الأكثر ألما في حياتي لكنها محملة بذكريات ودروس استلهمتها وعبرا استخلصتها هي الأكثر خلودا في وجداني وذاكرتي. لقاؤنا اليوم سيكون عنوانه الحي روح العبارة الأكثر رواجا بين المساجين وأقربائهم وأصدقائهم ومحاميهم فللحي حياة أخرى تبدأ منذ مغادرة القضبان والحيطان الصامتة إلى صخب الدنيا من جديد والعودة إلى الحياة مرة أخرى. هي تجربة أردت تدوينها هكذا دون تفكير كانت خواطر وأحاسيس ومجموعة أغاني لا أدعي فيها فلسفة لكنها مخطوطة بحبر الألم والصبر والانتظار. أجدد في نهاية كلمة هذه شكري وتقديري لكم على الحضور راجيا أن يلقى الكتاب الحظوة بين أيديكم والرضا عند قراءته. تفضلوا ادخلوها بسلام آمنين. صدق الله العظيم. مرحبا بكم. شبش نقول بيت قدام غاسل ومات بعد الوجاعة وبعد جايتكم عزيزة وأنا فرحان وحبيت أن نختاروا هالفضاء هذه باش ندخلوا في قلب الكتابة والكتاب كما قلت لكم أنا راني لا كاتب لاني شاعر ولكن أنا حكيت تجربتي حكيت اللي عشته حكيت اللي حسيته سوى فيا أو في الناس اللي معايا هي تجربة فقط لا شاعر لا كي كاتب لا حد شيء لن نقارن بروحي بناس أخرين ولا نحط في روحي في مرت وناس أخرين بالرغم اللي أنا كاتب عديد الأغاني ومسجل في المؤسسة التونسية حقوق التأليفين التأليف وكملحن وكشاعر ولكن لست بشاعر ولست كملحن أنا إنسان أنا الحبس علمني ما نكون حد شيء في الدنيا دي إلا نكون إنسان فنان صفاتي دي ما عادش تعنيني حط المين وقت في الدين وهزوني للتحقيق عبروا قاضية ضدي مظلوم وعنهم فيها يا حبس المرجانية خفف المحب اللي عليا بيباني تبكي معايا ولا حيوتي تواسي فيا يا لا لا يا لا لا Yeah.